إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله، منذ أيام مضت ودع المسلمون عاما هجريا واستقبلوا آخر، والمسلم الحق لا تمر عليه الأيام والشهور والأعوام دون وقفة صادقة مع نفسه يقيم فيها ما فات ويستعد لما هو آت. وفي هذه الأيام يسترجع المسلمون ذكرى حدث عظيم غير مجرى التاريخ، ذكرى هجرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ذلك الحدث الذي فيه من الدروس العظام ما لو استفاد منه المسلمون لصلح حالهم في دنياهم وآخرتهم. واليوم بإذن الله نقف مع ثلاث وقفات، نقف مع ثلاث من هذه الدروس. الدرس الأول: أهل الحق دائما محاربون، وطريق الحق هو طريق صعب، والوقوف مع الحق له ثمن باهظ لا بد أن يدفع. هذه هي سنة الله في كونه. ولأن الدنيا دار ابتلاء، فإن الله جل وعلا قد اقتضت حكمته أن ينتصر الحق جولة والباطل جولات. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم عانى كثيرا في سبيل دعوته، وضحى بأهله وماله، وأخرج من البلد الذي يحبه، كل ذلك في سبيل تبليغ دعوة الله جل وعلا. وهو في ذلك ليس بدعا من الرسل. يقول الله جل وعلا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. هذه هي سنة من سنن الله في كونه. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ضحوا بالغالي والرخيص، ضحوا بكل ما يملكون في سبيل نصرة هذا الدين، وفي سبيل أن يصلنا دين الله جل وعلا كما بلغهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس أمرا عجيبا، فإن الله جل وعلا قد أراد من هذه الدنيا أن تكون دار ابتلاء. وتخيلوا معي، لو كان الوقوف مع الحق هو الطريق الأقصر ليعيش الإنسان في هذه الدنيا منعماً، آمناً، مطمئناً، غنياً ومشهوراً، فقط تقف مع الحق ويأتيك الخير في هذه الدنيا من كل مكان. وأهل الباطل يعانون في سبيل باطلهم ويضحون بالغالي والنفيس في سبيل نصرة هذا الباطل. إذا كان الأمر كذلك لكان هذا ولا شك عيبا في الامتحان، بل وعيبا في واضع الامتحان نفسه. تعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا: أحسب الناس أن يتركوا
أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ثمن باهظ لا بد أن يدفع وأغلى الأثمان قد دفع بواسطة الأنبياء رضوان الله جل وعلا عليهم ثم الأمثل فالأمثل أحبتي في الله لا بد أن نضع هذه الحقيقة في أذهاننا دوما وأن نربي عليها أبناءنا لأن غياب تلك الحقيقة يجعل واقعنا واقعا مريرا أولئك الذين وقفوا مع الحق وانتصروا له ثم لم يطالهم في هذه الدنيا إلا الأذى والتعب والسجن والتعذيب وما إلى ذلك كثير منهم يقعون في فخ الإلحاد وإنكار وجود الله جل وعلا والعياذ بالله لأنهم يقولون قد وقفنا مع دين الله ونصرناه فلماذا يتركنا هكذا؟ هذا سوء فهم لطبيعة هذه الحياة وسوء فهم لطبيعة انتصار الحق في هذه الدنيا أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصبر والثبات على دينه. الدرس الثاني هو الثبات على المبادئ والأخلاق بغض النظر عن الموقف الذي أنت فيه وبغض النظر عن طبيعة الإنسان الذي تعامله حتى ولو كنت في أحلك المواقف وحتى لو كنت تتعامل مع أعدى الأعداء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليجد أن قريشا قد أرسلت من يقتله ولولا أن الله جل وعلا نجاه منهم ما نجا ولكنه كان يفكر كيف سيرد الأمانات التي لقريش عنده وكلنا نعلم القصة أنه أعلم عليا رضي الله عنه بالأمانات التي عنده ليردها بعد أن يخرج صلى الله عليه وسلم من مكة. تخيلوا هم يريدون قتله وهو يفكر كيف يوفيهم حقوقهم وليس ذلك بعجيب إذ أنه صلى الله عليه وسلم قد رباه ربه ولا يعامل في حياته إلا الله جل وعلا لا يهمه الذي يعامله هل يستحق أو لا يستحق. إذا كان الله جل وعلا هو القصد والهدف فإنك لا تهتم إلا بإرضائه ولا تهتم إذا كان الذي تؤدي إليه الحق أو تتعامل معه بأخلاق حسنة إذا كان يستحق أو لا. المسلمون إذا وعوا هذا الدرس ارتقى المجتمع كله وارتفع سقف الأخلاق وعشنا جميعا في سلام وسعادة وهناء ولكننا للأسف نتعامل مع الأخلاق تعاملا براغماتيا يعني تعامل نفعي أنا لا أكون جيدا إلا مع من هو جيد معي ولا أعطي إلا من يعطيني ولا أزور إلا من يزورني وهكذا. لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا هكذا. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. شنآن قوم يعني بغض قوم أو العداوة التي بينكم وبين قوم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله راقبوا الله. انظروا فقط في تعاملكم إلى الله جل وعلا لا تنظروا إلى من تتعاملون معه. أنتم تعاملون في أخلاقكم الله هو الذي سيحاسبكم وهو الذي سيأجركم على أفعالكم الحسنة وهو الذي سيعاقبكم إذا أسأتم الفعل. اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا هو دين الله وهذا هو النموذج الذي ينبغي علينا أن نحتذيه محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث هو حسن التخطيط الأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله جل وعلا. اقتضت سنة الله جل وعلا في كونه أن الأخذ بالأسباب والتخطيط شرط للنجاح وينبغي على المسلم أن يحسن ذلك بل ويبدع فيه. الله جل وعلا أمرنا بالعمل
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولكن ينبغي على المسلم كذلك ألا يظن ولو للحظة أن نجاحه هو نتيجة مباشرة عن عمله وعن تخطيطه وعن براعته، لأنه يكون بذلك قد أشرك مع الله جل وعلا والعياذ بالله. بل ينبغي على المسلم مع حسن تخطيطه وكمال أخذه بالأسباب أن يوقن أنه إنما يفعل ذلك لأن الله جل وعلا أمره بذلك، لأن الله جل وعلا أمرنا بذلك، لا لأن الأسباب تنفع بذاتها أو تؤدي إلى النجاح بنفسها، وإنما لأن الله جل وعلا أمر بذلك. الله جل وعلا أمرنا بالعمل والتوكل، ولم يأمرنا بالقعود والتواكل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وما مزقت أمة الإسلام وما ضعفت إلا لأنها وقعت بين أحد رجلين، رجل أخطأ في فهم الدين، يظن أن الدين أن العبادة ما هي إلا شعائر يؤديها، يصوم ويصلي ويزكي، يمكث هذا الرجل في مسجده يتعبد إلى الله جل وعلا في انتظار فرج لن يأتي، لأنه لم يأخذ بالأسباب ولم يمتثل لأمر الله جل وعلا. وبين ذلك الذي أفرط في الأخذ بالأسباب وأكثر من التخطيط وأغرق فيه حتى صار التخطيط والأخذ بالأسباب وصارت الأسباب وثنا يعبد من دون الله جل وعلا، فأوشك هذا الرجل أن يهلك وأن يقول كما قال قارون: إنما أتيته على علم عندي. ينبغي على المسلم أن يكون وسطا بين هذا وذاك، يخطط ويحسن التخطيط كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة. ألم يكن الله جل وعلا قادرا أن ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فورا هكذا في لحظة دون أي تخطيط دون أي حاجة إلى علي رضي الله عنه أن يكون في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى أسماء بنت أبي بكر أن تأتي بالطعام، أو إلى أي دور من هذه الأدوار العظيمة التي قام بها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى قام بها المشرك عبد الله بن أرائق الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم دليلا رغم أنه كان مشركا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه في مكانه لأنه هو الأكفأ ولأنه كان ثقة. كل هذا من حسن التخطيط، والله جل وعلا لم ينقل الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا دون جهد وعمل حتى يعلمنا أننا ينبغي أن نعمل لا أن نقعد ونتواكل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن ينتفعون بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ولي الصابرين، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. Dear brother and sister, few days ago, Muslims, a Hijri year passed, and a new year came. And true Muslim should not let the time passes without thinking what we have done before and what we should do later, inshallah. And in these days, we remember a great event that changed the course of the human history. This event is the Hijra of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hijra to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has so many lessons that if we just benefit from it, it will change our life. It will strengthen our relationship with Allah Jalla Ala, it will strengthen our Iman, and it will improve our life. And today, inshallah, we are going to reflect on three lessons from Hijrat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. The first lesson is, people of haqq will always be fought against and will always be demonized. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam paid a huge price for the sake of Allah jalla wa ala, to deliver the message of Allah jalla wa ala to us intact. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was kicked out of the city he loved the most, and he lost a lot of money, and he suffered a lot for the sake of his da'wah and his companions.
رضي الله عنهم the big huge price for this. And because we are in this dunya to be tested, Allah Jalla wa Ala made Haqq weak. And the people of Haqq will always pay price for standing for what's right and for doing giving victory to Haqq. And this actually makes perfect sense, because we are in this dunya to be tested. Allah Jalla Ala said, who is the one who created the life and death in order to test you? Who among you will be the best in deeds? Allah Jalla Ala said, do people think that they are going to be left alone just because they said we believe without being put to test? This is the nature of this life. Imagine if standing with Haqq and being on the right path is the shortest and the easiest way in this life to enjoy your life in this dunya. If you stand with Haqq, you're going to be famous, you're going to be rich, you're going to be safe, you're going to do everything you desire in this life. And if you are going to stand against Haqq, if you are going to stand with battle, you are going to suffer and you are going to pay huge price for standing with battle. What kind of test is this? And what is the value, the true value of things like sacrifice and heroism and standing with the deen of Allah Jalla wa Ala? It is completely the opposite. If you are standing with Haqq, you should expect to be tested. You should expect to suffer. You should expect to pay price. And you should be happy with it, because you know that this life is going to end anyway. And you are going to be paid Yawm al-Qiyamah. Allah Jalla is going to reward you in Yawm al-Qiyamah. And you are going to enjoy the true life in the hereafter. The life that has no suffering, no pain, no death, no losing loved ones. So, we should always think about this. And we should teach our kids this, because we have problem of people, some people who stand with Haqq and they didn't see victory. They didn't win. They start doubting Allah Jalla wa Ala. We stood with Allah Jalla wa Ala. We stood with Deen Allah Jalla wa Ala. And just Allah Jalla wa Ala left us to be tortured, to death, and to suffer. Where is the Nasr? Allah Jalla wa Ala. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. If we don't have the true, the right concept of this life, we may lose the way of Allah Jalla wa Ala والعياذ بالله. The second lesson from Hijrat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam is the steadfastness on akhlaq. This means that your morals should be the same no matter how bad the situation you are in, no matter who are you dealing with. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came out of his house just to find people of Quraysh want to kill Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. They want to kill him. And all Rasulullah thought about, how can I give them the amanat they have entrusted me with? Quraysh, before Rasulullah became a prophet, they used to put their valuables with Rasulullah, because they used to call him As-Sadiq al-Amin. They trusted him very well. So, when Rasulullah said, I am prophet, and they didn't like it, and they even wanted to kill Rasulullah, this bad situation and this enmity between Rasulullah and Quraysh didn't make Rasulullah think, okay, I will take what they gave me, and they don't deserve to give them back what they have entrusted me. No, Rasulullah, before he leave, before he's even in a safe place, he told Ali radiallahu anhu, you have to give this back to that man, and this for that man, and so on. So,
If we just learn this from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, our life will change completely for the better. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam didn't think about those people. He was dealing with Allah jalla wa ala, and all he was thinking about what Allah jalla wa ala had taught him. Allah jalla wa ala said, do not let the enmity or the hatred for certain people deviate you from the way of justice. You have to be just, you have to be fair, and you have to be mindful of Allah jalla wa ala. You deal with Allah jalla wa ala, you don't think about people who deserve to be good at and who doesn't and who don't deserve to be. Allah jalla wa ala says, O you who believe, stand firm for Allah jalla wa ala as witnesses, even against yourselves, your parents, or your close relatives, or your close relatives. Do not let your desires deviate you from the path of justice. This is Islam. This is Islam. Your morals should not ever change. Your morals should be fixed. You don't change according to who you are dealing with. The last lesson today is planning well with complete reliance on Allah Jalla wa Ala. We as Muslims, Allah Jalla wa Ala, we know Allah Jalla wa Ala created this universe with rules. In Hijrah, Allah Jalla wa Ala was able to move Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam from Mecca to Medina just like this, without any planning, without any effort, without anything actually. But Allah Jalla wa Ala did it. And we have to learn from this that Allah Jalla wa Ala has put rules in this universe. Rules we should follow. We should do our best. We should plan. We should do everything in our capacity to achieve our goals. But as Muslims, we must not think even for a second that our success is a direct result of our work, is a direct result of our planning. No. We know that planning and everything we do, we just do because Allah Jalla wa Ala ordered us to do so. Allah Jalla wa Ala ordered us to work and to do our best. But we know that Allah Jalla wa Ala is the true door of everything. Allah Jalla wa Ala is the true door of everything. So we do our best with complete reliance on Allah Jalla wa Ala. But unfortunately, some people, they think that we have just to pray, to pay charity, and just stay at mosque, hoping for something good to happen. But nothing good can come from these kind of people, because they misunderstand Islam. In Islam, you have to work. In Islam, you have to work. You have to worship Allah Jalla wa Ala. You have to work. And actually working and building the earth and doing good is part of our worship to Allah Jalla wa Ala. And some people, they might think that they plan well and they do everything they can, and success is guaranteed. And when they succeed, they think that we did it, I did it, because I'm so smart, because I have studied a lot, because I have did so, and because I have done so and so. But this is completely false. You just work and you just hope. You just pray to Allah Jalla wa Ala to give you what's best. So Muslims should be mixed between both. You should work. We should do everything in our capacity, everything good, everything halal, to achieve our goals. And we know at the same time that Allah Jalla wa Ala will do whatever He wants to do, because Allah Jalla wa Ala is the true door of everything. As'al Allah Jalla wa Ala an yarzuqana al-ikhlas. Am as'aluhu Jalla wa Ala an yarzuqana al-intifa'a bi sunnati Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa hadihi. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. أصلح لنا أحوالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم.